شوف ايضا لقتل جون كينيدي. لا هيدا بوب كينيدي خيو خيو بيو المهم المعطي بشر هيدا اشرف من اللي خلفك سيوعي صادر بالحكي نقف دقيقة صن حلالا على الضحايا اي ضحايا 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 على الثورة الفرنسية اللي كانوا بيثوروا هنيك طيب كل يقف حدادا على الضحايا انا برادتي ضحايا كثيره ولانا رب الضحايا روح منك له انا اللي عند الضحايا خلص يا يا هذا كان ستيريو 71 من مسرحية لماذا رفض سرحان سرحان ما قاله الزعيم عن فرجلة الحلو في ستيريو 71 هيدي مسرحية من كتابة الكاتب الكبير عصام محفوظ لينا خوري مخرجة وممثلة قررت أنها تعيد إحياء هالمسرحية وبيعيده ترجع تحييه من خلال هذه المسرحية أهلا وسهلا فيك لينا خوري هلأ بتصرحي لي إذا قلت شي غلط زميلنا وصديقنا محمد عائل اهلا وسهلا فيك اهلا فيك محمد انت ممثل في هذه المسرحيه نعم. روان حلاوي ايضا ممثله في ستيريو 71 اهلا وسهلا فيك بدي ارحب باحمد الخطيب ايضا ممثل في المسرحيه لينا خوري لماذا؟ لانه لازم نرجع نطلع بحالنا شوي بالمرايه نطلع وين صرنا بهالعصر وبهالبلد بتلاقي الناس صار في يعني استهتار وغياب للوعي ما حدا فرقاني معه عن جد شو عم بيصير بالبلد وبحالته فعادة وقت أعمل مسرح بحب أعمل مسرحية عندها فكرة بهيدا الوقت لهيدا الجمهور فهي الفكرة كانت أنه طلعوا شوي بحالكم لأنه اللي عم بيقوله عصام محفوظ بلماذا هو فكرتين أساسيتين هو أنه النضال فردي بقصص سرحان سرحان فرجلة الحلو والزعيم أنطون سعادي لا على صعيد حكومات ولا على صعيد شعوب والفكرة الثانية هي إنه الشعب عايش بغيبوبة مشان هيك عملها بستيريو ستيريو يعني كباري نايت كلاب فالشعب عايش بنايت كلاب ما فرقاني معه لا النضال ولا من يحزنون فهلأ ما بعرف وضعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي بعد عأضرب من هيك فمثل هو المسرح بيقولوا مراية للمجتمع فعم جرب انه حط هالمرايه حط هالمرايه وحط هيدي المسرحيه على المسرح منشان الناس ترجع تعمل اعاده نظر واعاده تفكير بالحاله اللي وصلنا لها هلا لانها مزريه بس بتعتقدي عصام محفوظ كان بيختار هذه القطعه بالذات لتجسيدها على المسرح مثل ما انت عملتي ام لا كان اختار مسائل ثانيه كتبها يمكن اطول يمكن اكثر لها علاقه وتماس بواقعنا المجتمعي شو رايك؟ للصراحة ما بعرف شو كان اختار يعمل هلأ بس هي تحية لقاله بالذكرى العاشرة لغيابه وهي أنا ملاقيتها هلأ كتير وقتها لأنه يعني للأسف ما تغير شيء من 71 لهلأ صار مرق 45 سنة على هذه المسرحية واختيار عرضها كمان أنه 71 من الديكور للأزياء للصوت الموسيقى لتبين الفكرة أنه بعدنا محلنا يعني بعد ما فرقاني معنا شيء لا النضال ولا السياسة ولا الوعي هلأ والفكرة إنه الشعب عايش عن جد بغيبوبة وما بده يعني حتى الفكرة اللي جمعتهم لسرحان سرحان فرجلة الحلو وأنطون سعادة هي القضية الفلسطينية يلي إذا بنرجع على الصميم هي القضية الإنسانية العربية اللي بتوجعنا وين صارت؟ يعني اليوم اكثر من اي وقت مضى من صار وين صار عم فهم يعني شويه مراجعه حسابات مع بحالتنا ببيئتنا بافكارنا اللي وصلنا لها لهلا ابو عقيل ممثل او مناضل انت بهذه المسرحيه؟ والله كل شيء وغاشي غاشي بستيريو غاشي كل الوقت بعدين اوقات تكون مناضل اوقات تكون فلسطيني تكون بيو لسرحان سرحان تكون الرقيب السوري اللي بيعطي الفرجلة الحلو تكون اشياء كثير عندي جواب مكمل للي قالته لينا نص عصام محفوظ اللي بال 71 هالقد بتحسيه طازه اليوم مكتوب لهلا في فرضيتين او انه عصام محفوظ كان شايف لبعد 50 سنه لقدام او النظريتين اللي انا بايدها انه نحن ما تقدمنا ولا بوصه ما بنتغير بعدنا مبتنجين محلنا ليه بقلنا انا واحده من الناس يعني الزباله يعني اكثر ما لفول نفير هلا اللي طمرتنا وصار الحراك المدني قمت نزلت انا ومدامتي وولادي شاركنا مره اثنين الثالثه الرابعه رحنا
مش نحشش بس رحنا انصرفنا ليومياتنا. لا بدنا نشرع الحشيش فيك تقول. المسرحية بتحكي عن هيدا الموضوع بالذات كأنه مكتوبة هلأ. وأنا بعتقد أنه لينا ما يعني ما قريت النص الأصلي بس بعتقد لينا تركته مثل ما هو. صح هو النص مثل ما هو بس الرؤية يعني كانت لتوضح أكثر هو الفكرتين الأساسيات أو ليعيش النص يعني النص بمحل عندك بيرقص محل بيموت محل في كتير حياة بالمسرحية النص وقت واحد يقري بجمود تام هو والنص فقط أردت أنك تعيشي هالقد ستيريو هالقد صخب إيه لأنه يعني هاي الفكرة الكونتراست المفارقة اللي عم نعيشها هي من صلب الموضوع الأساسي اللي عم نحكي عنه هاي واحد اثنين لأنه لنرجع لهديك الحقبة الموسيقى بترجعنا الأزياء بيرجعونا الديكور بيرجعونا فلنكون فعليا عن جد غايسين وعايشين لأنه المسرح هي تجربة حية فحلوة تروحي فيها لآخر شيء لأبعادها مش توقفي على السطحية تبعها تغوصي بالتفاصيل وأنا كتير بحب أني غوص بالتفاصيل بكل تفاصيل اللي بيعملوا المسرح وبعدين بالنهاية المسرح هو للتسلية بس التسلية اللي فيها هاتفي. الهاتفي صحيح. يعني فهي مفروض تكون لذيذة وبتسلي بس يعني المسرح اللي أنا بحب أعمله على القليلة هو إنه يطلع الواحد عم يفكر عم بيطرح أسئلة عم بيعيد النظر بحاله أكثر شيء بتعرف شو حبيت إنه ما في أنتراكت ايه متواصل فرد مره ومشو مع كل هيدي الافكار اللي بيطلع فيها الواحد من خشبه المسرح بدي اسالك روان كثير عاقله نسبه لدورك المسرحيه خمس شوي الناس عن دوري هلا انا بلعب دور ليلى نحن مجموعه شباب والممثلين يعني هلا لينا بتعددهم كلهم بنمثل شوي الشعب اللبناني اذا بدنا او الشعب بشكل عام العربي اللي بيكون معودين نسهر هالسهرة كلنا 2000 جمعية أخذتنا لينا لمحلات يعني بتحليل النص بتحليل النص اللي كتبه عصام محفوظ هو ما هو كاتب ساهر 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 سولينا بكل يعني على حسب كل لاين وزعت الشخصيات بنلعب هاللعبة بنسهر بنتسلى معودين عنا العريف اللي هو رئيس اللي بقوم بدور طلال الجردي هو اللي ديرها ديرنا بس يلاقينا عم نفكر عم ننشد لفكره ما عم نتاثر بالشخصيات الثلاثه اللي نحن عم نلعب ادوارهم وقصصهم لقينا انه ممنوع التفكير ممنوع تغير وممنوع الوعي بكون ترجعوا على اللعبه اهم شيء اللعبه ما تنسوها اللي هو دليل اللي مثل ما قالت لينا انه الشعب غاشي وماشي ونحن انه اوكي ممكن تشدنا فكره ممكن تشدنا ثوره بس بالاخر بدنا نعيش او ما بعرف بدنا نعيش بدنا نستمر يمكن هيك او يمكن اخذتنا الحياه ب ب ب بسطحيتها وكمان اللي هو يعني هو كانه مثل كل شيء بالبلد ممنوع عليك تفكري ممنوع عليك تغوص بالفكره دغري اذا هلا اوكي عملتي حراك مثل ما قال محمد عيب انه يلا روحوا على بيوتكم حلت القصه هي مش هيك بعتقد وكمان في محل معين ما بتعرفي الحراك قد ايه هو حراك حقيقي وشعبي وهيدي المصيبه هيدي الديليما اللي الواحد بيقعد احمد الخطيب نعم في كمان ديليما تانية يمكن بالمسرح انه اليوم انت بدك هيدا الشعب الغاشي وماشي اذا بدنا نقول في شعب مغلوب على امره في شعب مستفيد ربما مبسوط من الوضع القائم اللي هن اقلية بس الباقي معترين مغلوب على امرهم هول ما بيوصل لهم المسرح بيبقى نخبوي اليتس هلا انا اسم الله شفتكم معبيين وانبسطت لكم كثير بس قد ايه قادرين تعتقد توصل فكره مش بيشبهوكم اللي عم بيجوا يزقفوا لكم بيشبهونا ما بعرف قد ايه بيشبهونا يعني هو هذا النوع من المسرح هو مسرح تحديدا بهذه المسرحيه انه مسرح للتسليه مسرح لا بس مسرح سياسي على الاخر انتم مسرح سياسي للعمق بس الطريقه المطروحه فيها بتسلي يعني الطريقه اللي كاتب فيها عصام محفوظ والطريقه اللي لينا قررت كثير بتسلي بلا دف بمرقص فعم نحكي عن هذا الشعب اللي عن جد غاشي وماشي اللي هو عن جد بلا دف بيرقص فكيف اذا بالمسرحيه فيها دف بس هي بذات الوقت يعني عم تتوجه لكل العالم عم نعرف كل العالم بكتير بساطه وبكتير انسيابيه عن هول الثلاث شخصيات اللي عم نرجع نحاكمهم بهذا المحل اللي هو ستيريو صح. يعني نحن فينا نرقص ونتسلى ونحكي سياسه بمحل ستيريو بتحول لمحكمه بنحاكم هول ضمن اللعبه مثل ما قلنا ضمن اللعبه بس بنرجع بنشوف كيف
تم اغتيالهم، قتلهم، تعذيبهم، نرجع منشوف طبعا هي محاكمات كانت احيانا، بس هي كانت عمليه اغتيال بالنهايه بالطريقه اللي صارت. بس هذا موقف سياسي مثلا، وانتم ماشيين بموقف سياسي معين، كان عندكم حدا من الجمهور منه موافق مع طريد؟ صار معكم شيء من يعني هون ثلاث شخصيات عم يتحاكموا لانهم كانوا مع القضيه الفلسطينيه، ما بعرف قد ايه في حدا عربي اللي عم نتوجه له او لبناني معقول ما يكون متعاطف بطريقه مع القضيه الفلسطينيه في ايه. بس مثلا عندك اللي ضد فرجلة الحلو لأسباب مثلا تنقول إيديولوجية، هلأ بده يطلع حبه ما في شك، بده يحترم شهامته أخلاقه إنسانيته، بده يضحى بحياته كرمال قضيته، مثله مثل أنطون سعدي. كمان في كتير عالم ممكن تختلف مع أنطون سعدي بالفكر وبالإيديولوجيا وبالسياسة، بس هذا الزلمة كمان ضحى كرمال هذه القضية. هو الصدق بالموقف، يعني وقتها اللي بيقولوا الموت هو محك كل موقف صادق. يعني لو وين بتقدر يعني قد ايه ايمانك بقضيتك بتوصلي للموت ولا لا؟ فهول ثلاث شخصيات وصلوا للموت يعني، فايمانهم بقضيتهم هو اللي بينشهد له بغض النظر عن افكارهم الثانيه، لانه الطريقه اللي جمعهم فيها عصام محفوظ هي القضيه الفلسطينيه مش تفاصيل الاحزاب الشيوعيه او القوميه او الفلسطينيه، هي الانسانيه والصدق. وقد ايه ناضلوا لحالهم، يعني انكتب عن سرحان سرحان انه عمل لفت نظر وانتباه عن القضيه الفلسطينيه اكثر ما عملت كل الاحزاب والشعوب. ما في شك، وكانوا عم يجربوا يحطوها باطار مؤامره صحيح، مش باطار شغله موقف صحيح فردي. خلينا نتوقف مع فاصل، بعدين رح نقول وين وكيف وليش واي جمهور اليوم عم يتوجه الى المسرح، لمين بدنا ندعي يجوا يحضروا هالمسرحيه الحلوه. فاصل ونعود.